هل تدلون الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على كتب تحوي هذه الأذكار شيخنا؟ الكتب كثيرة ولله الحمد، مطولة ومختصرة. طيب. فمنها على سبيل المثال كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، ومنها رسالة مختصرة لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وحفظه بعنوان تحفة الأخيار، وهي نبلة مختصرة. فعلى المسلم أن يقرأ في هذه الكتب وأن يتعلم منها الأذكار المشروعة. نعم.